حول ولا قوه الا بالله. البودره دمرت الشباب. ما تحطش في بالك يابا، المهم انك ربيت ولادك احسن تربيه. لا يا ابني ربنا يبارك لي فيك انت واختك، انتوا النعمه اللي اداني ربنا، بس انا صعبان عليا شباب البلد، بودره التلج دمرت اجيال، بذمتك دول المستقبل، دول هيبقوا مستقبل. البودره دمرت شبابك يا بلد. حول ولا قوه الا بالله. اللي الواحد شايفه ده معلم، عايز سندوتش معلم بط. ده ايه ده يابا ده؟ انت مش بتسمع يقولوا واحد بيشرب بودره وواحد غرقان في البودره؟ هو ده الغرقان في البودره. ودي اخرتهم ايه دول يابا؟ تسلخات والعياذ بالله. قوم بقى غور من هنا. يلا هتغور من هنا يا يلا يا. ايه ده؟ بس ايه يا حاج ده؟ ايه اللي عرفك بالبودره والكلام ده؟ لا ما ابوك كان شقي يا ميشو. من زمن الزمن كنت قدك كده، ايام ايام يا ميشو اشتغلنا انا واصحابي ببودرة التلج وبودرة العفريت، سددنا لنا مليونات وعملنا فلوس ملهاش عدد ولا حصر، لحد ما في 24 ساعة خربوا بيوتنا وفلسونا. ازاي يابا؟ دخلوا لنا بقى نزلوا الزيوت والكريمات وقعدنا احنا نولول زي الحريم، بس الحمد لله ربنا ايه ختم لنا بالحلال. وربنا يبارك لنا في ايه؟ في الخشب. في ايه؟ في الخشب. يلا ننزل مغلق الخشب. يلا يابا. اسمع كلام ابوك يا ميشو وخليك واد فروت، الحكايه كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني. سيبك من الكلام الفاضي اللي بيعملوه في الناس، دي فلوس زايله. المراكب بتتعمل من ايه؟ من الاخشاب. السقوفه دي بتتسقف بايه؟ بالاخشاب. الابلكاشه دي تنتمي لايه؟ بالاخشاب. يلا بقى ننزل المغلق وربنا يبارك لنا. يلا كلمه السر يابا. صدق ابوك باين عليه كبر يا ميشو، معلش. افتح يا باب، احنا الاحباب وتجارتنا هي الاخشاب. بعد يا عم مين حبيب بابا؟ ميشو. مين روح بابا؟ ميشو. ربنا يباركلك يا ميشو. نور يا معلم. عامل ايه يا قاد؟ بقوله تمام. شد حيلك، طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك ومبلش تاني. عامل ايه يا عرنوش؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامة اللي في وشك دي بقت درس وبطل الدعي القديم. يا خدامك يا معلم ما اقدرش. ما انا عارف، ما انا عارف. وريني. ايه دي يا قاد؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك؟ بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله، هعديها لك. فرش عامل معاك كام قطة؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ مية مية، أنا أهم حاجة عندي الميزان والدقة في الميزان. يا رجالة لازم تفهموا إن سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المرة الجاية عايزها 28، عايزين نكسب. ها؟ أوامرك يا معلم. يا أبويا أنا كل يوم أتعلم منك حاجة جديدة، واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشة 30 40 قطة. لا أنا عايز أفهمك حاجة، الحنية في الشغل تطول العمر وتكسب، القسوة تجيبنا ورا. مين اللي سبب الصبة دي؟ أنت يا معلم تسلم الأيادي، تسلم الأيادي، نقصها 10 سم. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والأهم من ده ومن ده عايز أقول لك نصيحة، افهمني بقى، أبوس إيدك، أبوس إيدك. خليني افرح بيك. ها؟ خليني افرح ايه؟ ياض عايز ادب ايدي، ايدي توجعني، ايه الرهرطه دي؟ انشف بقى. ياض عايزك عود خرزان. اسمع نصيحه تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك طول حياتك، اوعى تامن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح. اتفضل. صرصر؟ ايوه. انزل يا ياض، انزل يا خاين يا كلب. اقفل. صرصر فهد دي مرشد للحكومة وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت؟ شفت النسيبة؟ شفت الوكسة اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على رباك وجوز اخوان اخي يعني ايه؟ يا يابا ده ايش؟ حنام 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 ايه؟ انت فاهم حاجة قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصي؟ حرمت عليك عيشتك يا خاين العيش المال. خلاص انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي اشويه على النار، بس خلاص سماح انا مش هقتله. اصيل يابا بس هذبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. وي 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 كنت وش كده وعندك كنت وش كده هو راح كده كده وش حاجه. حنام حنام. طب ما تقول حنام لوحدها، اللي قبله كله ملوش لازمه محدش فاهمه. انت قاعد يا زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي قطعها وشفيها وعبيها في كاس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ البيت الكبير. يلا 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 يا خاين.
اكتر حاجة اكرهها الخيانة، اكتر حاجة. الله نورك بس، اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جاية بعد الساعة. ياض عايز امسك عظم، الله يخرب بيتك. اسمع كلام ابوك، انت ياض اللي هتشيل كل حاجة من بعدي، والحاجة دي محزناني قوي. ياض اجمد بقى واسترجل. اهو يابا، تلات حاجات ما تقربش منهم في حياتك. تلات ايه؟ حاجات. اول حاجة ظابط المباحث. ظابط ايه؟ المباحث. تاني حاجة المرشد، لان المرشد بيقول لظابط المباحث. تالت حاجة البيتزا. البيتزا هي اللي عاملة الرهراطة والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا، فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك يابا، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حاطه ستاتيوس على الفيسبوك. حاطه ايه؟ ستاتيوس على الفيسبوك. وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني واد على الفيسبوك والستاتيوس؟ امال يابا، حطيت امك ولا لا عشان بتزعل وتجيب؟ طبعا يابا. حط عمتك عنياد بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني وفي الستاتيوس بتاعك. كبرت ياض، ياض كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. ياض مش عارف اقفل ايدي عليك، الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري، يخرب بيوتكم. يلا رجاله شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبه اللي نفسي فيها؟ فيسبه؟ فانا بقى لي ساعه عمال اديك نصايح، ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجاله، وتقول لي فيسبه؟ الله يخرب بيتك، اطلع عايز من هنا. خلاص يا ما تدخلش معايا المخزن. خلاص يا فيسبه يا ابن الهايفه ده، ما تشتغل يا ورده. بنت يا ورده. ايوه ايوه يا حاج. ايوه يا حاج، سخني لي الكارع اللي فايض من العشاء. عينيا، قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه؟ ورقة طلاق. حلو قوي. بص بقى ورد، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقة اعترفوا بإمكانياتي. كلهم بيخدعوك يا وردة. بقولك البضاعة وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرفنتها ولا قطعتها؟ وطي صوتك، وطي صوتك. بقولك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعه. يلا غوري. من عينيا، بس اياك يطمر. مش هيطمر. لقيتها. هي ايه؟ ورقه طلاق. يا سليحه. يا اخوان الاسئله المجنونه دي، حاول اقول لك قوه الا بالله. بابي يا سي بابي، حبيبي يا بابي. عايز ايه؟ واحد بره. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك بره دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاعي مدحت ده عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأنك رمية، ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الواد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. ايه نظامه الجدع اللي هو بره ده، نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف، هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض؟ ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبسه ساكت. حاج ايه؟ حاج ايه؟ مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قدر يلف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم وانت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يلا. اهلا وسهلا. اهلا، ما تخدمنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خاتو عزيزه، هو ده الاخ اللي قلت لك. اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. انا تحت امرك يا سعاده الباشا. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعاده الباشا. لا هنا 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 اقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا يلا يلا، شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني. اللحمه، تقطعي اللحمه. اه 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 اه, آه, آه.
اتفضل. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدأنا في الكار وقالوا لنا اللحظة بتيجي مرة واحدة. ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا. كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج يا حاج يا حاج. معلش يا ابني بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. أرجو إني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا أخي ما قلنا لك في أي وقت. أهلاً وسهلاً بيتك خطوة عزيزة. كلمني عنك وعن أسرتك. إحنا عيلة لها باع كبير قوي في الداخلية. لها إيه؟ باع كبير قوي في الداخلية. أهلاً وسهلاً. والدي يبقى مساعد أول وزير الداخلية. زهرات يا وردة. وعمي يبقى مدير أمن جيزاء. صوت يا وردة. و جدي اللي قبض على ريا وسكينة لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الأفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حق ايه؟ حق يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد. ده ختمالي ختمة وحشة لما مؤاخذة يا ابني. الأذن الوسطى بتخلينا خرف. شديني يا حضرة الضابط. ان شاء الله. اقعدي. الله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. زهقناش بقى سعاده الباشا. ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها في سلفان احمر. ما لقيتش احمر حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش. سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الضابط. امورنا يا اخويا. انا جاي اتقدم لطلب ايد بنتكم المصونه وجوهرتكم المكنونة. اه انت هتقول لي قصيدة شعر. من هي ايلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استأذن يا عمي. نداء الواجب. خير يا حضرة الضابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه؟ قوم. لقيتوه فين يا حضرة الضابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. معلش معلش أصلها رقيقة أوي بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفش فرفش فرفش. عجيبة. هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ أعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي دول كتير أوي. زي البق في البطانية. بس بشرفي انا ايهم بقى ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. ايه يرجع ايه في الليله السوداء دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. اتفضل. ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي سعاده الباشا ورده. يا باشمهندس. ايوه. اضطرت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه دي؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله. تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. مع السلامه. انت بتشاوري له وفجاه بتشاوري له. انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني. عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا لقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكوني هبلة يا بنت. بحبه يا بابا. بتسأل امك ورحمة امك بس متجوزها. بص بقى يابا هتوافق على مدحت خير وبركه مش هتوافق وحياه امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله تتجوزيه ولا وتولنا على الكراسي وبقينا نزاع. لا تعالي بقى افهمك الصح. ما تنسيش بقى يا حلوه ان انا مضيك على وصولات امانه وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا فاكره الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانويه العامه بتاعت التنسيق دي كانت وصولات امانه وماسك عليك السيديهات وماسك عليك الصور يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا انت شبهت لما تخش اوضتك انا مروقاها اوعي تعكش السرير. تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. قتلها يعني ما دخلتش السجن في المخدرات اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغوروا في ده يا هم الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا. اكل معاك كوارع؟ طبعا.
انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. إيه نهبل ابن لهبل ابو ريال اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حاج بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود ضابط شرطه. يا اطفال يا اطفال اتعلم. الواحد مبقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النظيف. في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف جهازه ليه. بس هنعرف هنعرف. بقول لك ايه يا عم الوسطى؟ ايوه يا معلم. الف مبروك يا سيدي. هلا بتاع مين المحل ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. معلمه ورده وفي معلمه اسمها ورده من غير ما نعرف. ورده مين يا ابني؟ معلمه ورده يا معلم. مين المعلمه ورده دي؟ خدامتك يا معلم. بنت ورده الخدامه اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعه اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. بان عليه شماعه معتبره. ده بان عليه شماعه وابوه شماعه وعيلته شماعات. حلو. البيت برضه وقعت واقفه شكلها. وهي فين المعلمه؟ منتخه فوق شويه. خليها منتخه مش شاكلين اصلا. تعال شمشاه. الله يخليك يا معلم. هاخد لك مارينا خش. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. المعلمه ورده والشماعه. اما نشوف. ما هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال ملهاش رجاله تربيها. دستور. الله ده الكلام صحيح بقى. انا قلت الواد السماعي بيخرف. قلت هطلع على ورده كده ولا ورده كده. ده طلعت البنت ورده الخدامه اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفره بعد ما كنت بتزغرط انت واهلك على الطبليه. وستاير وقيمه. الله 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 الله. جريه ورده منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد. قلتيها يا ورده. انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت. مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمه. والنبي طبعا. ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عمل لك الهلومه دي. معلش نسينا نتعرف عليه. وجابلك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. مفيش بلاش. لازم اعرف جابلك ايه يا ورده. دكانه وشقه. ورده 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 وحشتيني يا ورده. رياض اللي جابك البيت النبي. ايه اللي بيطلعك هنا؟ انزل على المغلق. كلمتين مع الكلبه ديت وهجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ لو انت مشمش انت ميشو البقف ابن البقف. انت ميشو الشماعه الناطع ابن الناطع. ليه يا ميشو؟ ده انا منبهك قلت لك خلي بالك وحذرتك. مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين. دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكوا بالحلال. انت ميشو؟ ايوه يابا القلب وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عيجلي بكرش بتجري ورا بطنك. تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقطع اللي قاعد قدامك. وطبعا اكيد حطيتها على الاستديوس اللي حطيتني انا وامك وعمتك عنايات عليه. لا ما تقلقش خليته شالني من عليه. اصلي لقيته بيئه ولامم. خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل. مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ستر يا رب. كسرتني اختك كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى انا بجبسك. هيك هيك هيك. ابوك بيهكر. هيك ايه؟ هوبا. جالي الشلل الرعاش يا ميشو. يابا بتفقر ليه كده؟ جالي الشلل الرعاش يا ميشو. ابوك بقى عبيط يا ميشو. وايه اللي عبطك يا ابني؟ هديت ابوك يا ميشو.
ابراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب، كله اللي شنبك يابا راحت عليك. ايه مسك الشنب بيجي. ايه يابا ما قلت له بلاش يا عقاد.